مع الحبيب ريموت مالي اخو دنيا هذا ايام معسكرات مره واحده لاعب نادي كاظمه محمد عبد الرحمن هذا المهاجم خط 18 جول وراح تشوفون اهداف الحين لما كره خطره وتوصل ملعوبه جول الدقيقه 45 محمد عبد الرحمن يسجل هدف كاظمه في الوقت الحرج القاتل يحط الكرة في الدقيقة 45 من زمن الشوط الثاني سالم ميرزا وأثناء خروج الحداد لا محمد عبد الرحمن يسجل أول أهداف كاظمة الأخطر هذه عادة عبد الله الدوسري كرة عرضية قابلة محمد عبد الرحمن يحط محمد عبد الرحمن أول أهداف كاظمة